ويا مرحبا، يا هلا حياكم الله في ومرحبتين. بث جديد. يا هلا ومرحبتين. أنا أدم الغامدي، واليوم وأنا معي صديقي مشاري أبو نيف. اليوم عندنا بث مباشر ل طبعا مؤتمر أونر لإطلاق الماجيك أو سلسلة الماجيك وجديد سلسلة الماجيك هذه السنة. السنة الماضية تقريبا في وقت مشابه لهذا الوقت سوينا بث وتكلمنا وقتها عن إطلاق الماجيك 3، وكان بالنسبة لي خلينا نقول مفاجئ. طبعا على أساس بس أعطيكم شوي قبل أن نتكلم عن ماجيك 3، سلسلة الماجيك تعتبر هي السلسلة الرائدة والقوية والكبيرة بالنسبة لشركة أونر، فبالتالي هذا معناته أنه لازم اليوم تتوقع بأنه حيكون في ميزات وشغلات كبيرة. مشاري، وش رأيك في الماجيك 3 السنة الماضية كذا بشكل مختصر؟ صراحة اللي أذكر أنا الماجيك 3 كنا صراحة جدا منبهرين في أشياء كثيرة، خاصة الألوان والمواصفات، والشيء المميز اللي كان في الكاميرا، كاميرا الماجيك 3 اللي هو كان الماجيك لوك، واللي أتمنى إن شاء الله يكون موجود في الماجيك 4. أتوقع يعني ميزة أطلقوها السنة الماضية لازم تكون موجودة هذه السنة، بس أنا متأمل إنه يطورونها ويكون في ميزات أكثر. يعني هذا أكيد هذا أكيد أكيد، هو لازم تطوير شيء بعد شيء شيء بعد شيء، يكون في تطوير، ما أتوقع إني راح يوقفون على شيء معين. في خبر حلو اليوم، بس ما أقدر أتكلم عنه الحين، لازم تشوفون المؤتمر وتشوفون بنفسكم. ركزوا. بس الشيء اللطيف والحلو جدا إنه مثل ما سوينا السنة الماضية راح يكون معانا مجموعة من الفائزين، مو هو بواحد ولا هو باثنين ولا هو بأربعة، يعني نتكلم عن 8 فائزين راح نختارهم خلال فترة البث. راح نطرح مجموعة من الأسئلة اللي راح تكون عن الجهاز الجديد، وعشان نشوف مين متابع معنا ولا، وبالتالي اللي راح يجاوب أول راح نأخذه مثل ما سوينا السنة الماضية. راح نختار مجموعة من الناس اللي عندنا على قناتنا على يوتيوب تيك فويس. فإذا أنت، طبعا احنا قاعدين نطلع في عدة منصات، قاعدين نطلع على يوتيوب، إنستغرام، كل مكان تقريبا تقدر. راح نختار من الناس من يوتيوب، فإذا أنت متابعنا تقدر تتوجه إلى يوتيوب، وفي مجموعة راح نختارهم من خلال حساب Honor KSA على تويتر أيضا. وهذا شيء حلو، اليوم احنا طالعين على حساب Honor KSA. أنا على حساب Honor KSA، راح فيكم حساب Honor KSA وأكيد من قناة تيك فويس، وهذا شيء كويس. طبعا الآن بدأوا يحطون شيء تشويقي على التنازلي في المؤتمر، فراح يبدون خلال طبعا لاحظ كيف اللي هم حاطينه كله مبني على الدوائر، وهذا أتوقع أنه حيكون شيء كذا تلميحة على تصميم الجهاز. وإحنا يمكن شفنا مجموعة من التسريبات اللي نشرناها في حساباتنا فترة ماضية، والآن رئيسهم يرحب فينا. طبعا من ناحيه الصوت، اذا كان في اي شغله احنا متابعين تعليقاتكم، يا ليت انكم تكتبوا لنا اذا في اي شيء. طيب طبعا شركه اونر الان بدات بالحديث عن اونر وتقدم نفسها، احنا شويه متحمسين بانه المفروض ان هذه عوده كبيره لشركه اونر بعد ما رتبت نفسها خلال خلينا نقول السنة الماضية. اللطيف انه في، شوف كيف حاطين اللغة العربية بالخلف موجودة، وحس انهم مركزين كثير على اللغة العربية. بالنهاية سوقنا، يعني اعتقد انه من احد اكبر الاسواق اللي موجودة في العالم، واتصور يعني انه مهم لهم. We launched Honor 50 in 49 countries. And this is an amazing product. We receive a lot of fantastic response. ممتاز. هذا حديث الآن، بدأ الحديث عن آخر جهاز أعلنوه، كان الأونر 50، وسبق جربناه وغطيناه، كان من الأجهزة اللطيفة صراحة اللي طلعتها أونر خلال السنة الماضية. كريستال كان جميل جدا. شفت أونر كود؟ أونر كود صح. أونر كود هذا اللي نزل بعد فترة، كان أجمل. أونر كود كان جميل جدا، كان لطيف. طبعا الحين يتكلمون بأنه مطلقوه في 49 دولة. Over globally 100 plus countries, and we rebuild the partnership with more than 200 carrier and distributor partner. In this year, we start with
11,000 employees. طيب هذه السنة راح يطلقونها في أكثر من 100 سوق. متفقين مع أكثر من 200 شركة. R&D اللي هي فريق براءات الاختراعات عندهم زادوا أكثر من 55%. عندهم 6 مراكز براءات اختراع أو بحث وتطوير بمعنى أصح. وعندهم أكثر من 100 innovation labs واللي هي أماكن الاختراعات اللي خلينا نقول يشتغلون فيها. اليوم أونر تبغى توصل رسالة بأنه صار عندنا كل هذه الأغذية اختراع خاصة فيه. يهتمون كثير في التطوير وهذا اللي قاعد نشوفه أصلا على الأرض الواقع. من نشوف الأجهزات اللي قاعد تتطور سنة عن سنة عن سنة عن سنة. قاعد نشوف في أشياء جديدة ومواصفات جديدة. أكيد كلها طالعة من هذه المراكز. صار عندهم المصنع الخاص فيهم. سابقا تصور بأنهم كانوا مدمجين، الآن صار عندهم المصنع الخاص فيهم. هذه أرقام تصور بأنها يعني تعتبر مفروض أنها مبشرة بالخير. At our product-centric company, Honor is dedicated to developing technology and empower people around the world, and to create a new intelligent world for everyone. Honor always held the idea of technological idealism and maintain a can-do attitude. Honor is committed to developing meaningful technology to enable a better. طبعاً أونر تعلن التزامها بأنها حتكون شركة مو بس يعني تطلع تقنية وخلاص، لا راح تكون من تبغى تكون من الشركات الرائدة اللي تقدم وتطور تقنية جديدة وهي ملتزمة بأنها تطلع تقنيات جديدة. فمثلاً الآن قاعدين يعرضون الماجيك 3 وبدأ يتكلم عن سلسلة الماجيك. فمثلاً الماجيك 3 لاحظ بأنه كان هو أول جوال في العالم بحسب أونر أعلن عن الـ AI Film Workflow اللي هو قاعد يتكلم عن ذكاء اصطناعي في الفيلم وفي مجال تصوير الفيلم. And when we come to this foldable smartphone industry, we also want to bring something new. في عندنا هذه السنة طبعاً هو قاعد يراجع إيش سووا في الماجيك 3. هذه السنة من المفترض أنهم حيقدمون شغلات جديدة مع الماجيك 4، وأنا صراحة متحمس أنه يبدأ يتكلم عنها لأن واضح هذه حتكون مقدمة للجهاز. It's empowered by the AI, the machine learning, the principle. In the future, we want to based on the Android OS system. الآن قام يتكلم عن الماجيك يو آي. ماجيك يو آي هي الواجهة الخاصة في أونر اللي هي صارت هي تطورها بالكامل. هي الآن مركزة على أنها تدعم أكثر الذكاء الاصطناعي في واجهتها. واللي هو واجهة ماجيك يو آي أساساً هي مبنية على أندرويد بالكامل، نسخة كاملة من أندرويد. أنت حسب تجربتك الماجيك يو آي كيف كانت تجربتك؟ لطيفة جداً. بس الآن راح يعلن عن الجهاز الجديد. خل النقاش هذا بعد. Hello everyone. Honor Magic 4 Pro is in my hand. 4 Pro. The Magic 4. As we look forward into the 2022, we want to unleash the true power of Magic. وهذه أجهزة الماجيك الجديدة. Honor Magic 4 series. The Honor Magic 4 series. والله لطيفة جدا، تشبه شوي الماجيك 3 صح، بس كذا في تشابه، بس اكيد التصميم تغير بشيء بسيط، بيكون مطور افضل واكثر.
حركة الدائرة هذه اللي في النص حقت الكاميرات أنا شخصيا تعجبني. حلو تعطي شوية الجهاز فخامة. أذكر قد تكلموا عنها في الماجيك 3 كانت مصممة بعمليات رياضية يعني محددة كل كاميرا ومكانها وش تقدم وش الأشياء اللي يعني ليش حاطين المكان الكاميرا هذا في المكان المعين عشان تقدم لها. طب حلو الآن على طاري الكلام اللي قلناه حيبدأ يتكلم عن تصميم الجهاز. تصميم الجهاز هو جاي بطريقة معتمد على يسمونه بالسيمتري. سيمتري هو أنك أنت لما تحط خط بالمنتصف تقريبا فإنه راح يعطيك نفس أماكن الكاميرا فيه متماثلة، وهذا الشيء المفروض أن يكون أجمل وأريح للعين، وهذا الشيء اللي هم اعتمدوا عليه في التصميم. ويبدو لي أنه مو بس اهتموا في التصميم خارجيا بل يبدو لي حتى داخليا. هذا اللي قاعد يقوله الآن يتكلم عن الآي أوف ميوز. هذا الديزاين أو هذا التصميم يسمينه الآي أوف ميوز. شوف حاط لك في النص كبير يعني ترى تقريب 100 ضعف. ما نلعب اي صح، لا ترى لازم تفكر في اسئله. كويس ذكرتني، انا شفت الميل ضعف وتذكرت. اهم شيء بس يكون مشاهدين ان شاء الله مركزين على كل المواصفات اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله وبنسال عنها. طبعا الشاشه جايه بكواد كيرفد ديسبلاي، بما معناه انه هي منحنيه من جميع الجهات، من تقريبا كل الاطراف من الامام ومن الخلف، اي من اليمين يسار ومن فوق وتحت، بس يعني اكيد ان من الاطراف هي اللي منحنيه اكثر. الاطراف الشاشه تعتبر صغيره جدا. طبعا هو الاي بي 68 ريتد اللي هو مقاوم للغبار والماء. طبعا الحين هو قاعد يتكلم عن البرو تحديدا، هذه نسخه البرو من الجهاز. يقدر يتحمل بعمق متر ونص تحت الماء لمدة 30 دقيقة. وركزوا عليها أنت كذا نظام. هذا لون إضافي جديد من الجهاز يسمونه بال ساين. هذا الاسم يبدو لي ساين والاسيان اوكي. Okay. بعدين عندنا لون اضافي اللي هو الجولد، اللون الملكي طبعا. والله اللي تو الاخضر الحين الجولد هو الملكي. لا تقول لي انت بعد تحب الاسود. شوف الاسود ملك الالوان، هذا كلاسيك بينك. في ابيض. اوه شايف انت هذه العدسه اللي ساكنه عدسه نص عدسه تقريبا. يا اخي التصميم يبغى له تطبيق اكثر. في جلد برتقالي بس انه جلد نفس الجلد اتوقع اللي كان على الاونر في. احجزوا لي نسخة اصدقائي. So after حلو iconic design I will show you on a display the solution. طبعا انت تحب الجلد. الجلد بشكل عام لطيف مرة، خاصة اللون الأورنج. على طاري داخلية سيارتها كانت باللون الأورنج صح؟ لا أقسم لها، هذا اللي قاعد أفكر فيه إني قبل كم يوم مريت وشفت سيارة فخمة جدا داخليتها برتقالي خرافي. هذه حلوة تطقمها مع هذا الجوال. طيب نبدأ نتكلم عن الشاشة. الشاشة حجمها 6.81 إنش، يعني 6.8 تقريبا. فليكس أوليد اللي هو أوليد بس إنها منحنية شوي. And reading. It's 6.81 inch. اهتموا كثير في موضوع الجيمينج والتحديث ومعدل التحديث. قاعدين نتكلم عن ريفريش ريت يصل إلى، هو متغير يصل إلى 120 هرتز. استجابة اللمس 360 هرتز. هذا شيء كويس. خاصة في الألعاب. With a high 60 PPI, عندك الألوان 1.07 مليار لون. The screen very clear. And even under the strong light.
فهم يراهنون طبعا بأنه هذه الشاشة بدقتها العالية بالريزوليشن وبالإضاءة وبالألوان التباين وكل هذه الشغلات انها حتكون جدا رهيبه. هذا الشيء لازم نشوفه. الان بدا يتكلمون عن الموشن سينك اللي هو راح يكون ادابتيف. اذا انت حركت اصبعك على الشاشه فانه راح يتغير معدل التحديث بناء على استخدامك. يعني لما تشيل اصبعك يصير 1 هرتز بس على اساس ما يستهلك البطاريه كثير. اذا انت تحرك على طول يزيد وقد يصل الى 120 هرتز، ممكن يكون 10 هرتز، ممكن يكون 40 هرتز على حسب ايش انت قاعد تعرض على الشاشه. هذه تعتبر الـ LTPO مهمة في موضوع البطارية بحفظ البطارية، وهذه تعتبر هي الـ LTPO screen. وهذه يمكن ترى لو تطالع معظم الشركات ما تقدمها هذه الطريقة، أغلبية ما يقدمها هذه الطريقة، وأساس كده أنا أتصور أنه إذا فعلا بهذه الطريقة حتكون متميزين فيها. طبعا صار يتكلم الآن عن الـ HDR وكيف هو اختلافه بينه وبين HDR effect، وحيدعم طبعا ال HDR 10 plus. اليوم مركزين على الشاشة كثير وعلى الألوان، ويبدو لي يبغون يورونك بأنه ال HDR اللي عندنا upgraded أفضل. توقع قاعد يوصلون الشاشة لأقصى قدرة لها بالمواصفات هذه. هو شيء عظيم، بس احنا كان عندنا مشكله في الجوالات سابقا انك انت تيجي تحط شاشه وريزولوشن عالي وبعدين تاكل بطاريه. بس بموضوع هذا المفروض انه حل موضوع البطاريه صحيح. ايه اللي هو معدل التحديث. الآن عندنا الموشن الحركة لما أنت قاعد تشوف الفيديو مثلا في الجهاز، فالموشن قاعد يعطيك أنه راح تلاحظ أنها انسيابية أكثر. في أحيانا شيء في بعض الأجهزة أنه تحس غير مريحة، فهذه هذا شيء يعني لازم أنت تجرب. أبجريد هو من 30 فريم إلى 60 فريم، يعبي لك الفريمات بالضبط. شوف هذه الميزه مره رهيبه. هنا قاعد يتكلمون عن شيء يسمونه PWM dimming. هذا مع شاشتهم ال LTPO فكرته بانه طبعا هذا شيء ما تلاحظه على طول، بس هذا يكون اريح على العين. انت لما تشوف جوالين جنب بعض ما راح تلاحظ، بس فعليا معدل التحديث اللي في الشاشه وكيف هي كيف ممكن تبان. ايه تذكرت كيف تبان لما تصور كاميرا تصور الشاشه صح، تذكرها نعم. تطلع نعم. هذه اخف موجوده عندهم هنا طبعا. يجيك كذا زي شاشات التلفزيون القديمه، عرفت البوكس الخشب. ايه لما تصورها يجيك يدور طبعا. هذه كانت قليله مره فتحس انك واضحه، بس الان واضحه حتى العين مجرده. الآن في عندهم برضو هذه عشان تكون أريح للعين، وحتى لما استخدم أنت لفترات تلاحظ أنه أريح لك. عندهم الديمينج بأنه حتى لما أنت تطفي الشاشة أو يكون إضاءتها أضعف فأنها تلاحظ أنها أفضل. شوف وضحوها الحين. شوف هذه الآن يقارنونها بالآيفون 13 برو، شوف الفرق. 1920 هيرتز آيفون بس 480 هيرتز WM. هذه كل مميزات الجهاز. لا وشوف راحوا ونزلوا مقارنة في آيفون 13 ما يلعبون مواصفات بالكامل على الشاشة. حلو، الآن راح ننتقل للجزء اللي يحمس شوي، الكاميرات. كاميرات اتوقع بيكون فيها كلام كثير. دايم اونر يبدعون في الكاميرات، خاصة موضوع الاونر الماجيك لوك كان عاجبني جدا. اتمنى صراحة انه يكون موجود. طيب الان بخصوص الكاميرات، قاموا يعطونا شوية مقدمة عن السنسورز والأشياء اللي موجودة عندهم. السنة الماضية كان الأشياء اللي شفناها في المؤتمر بالنسبة لي حتى كنا نبغى نجرب، بس للأسف السنة الماضية ما وصل الجهاز عندنا في السوق. بس هاي السنة متفائلين إن شاء الله.
Honor Magic 4 هذه مواصفات الكاميرا. 50 ميجا بكسل كاميرا عريضة، 50 ميجا بكسل الترا وايد بكسل الترا وايد كاميرا اللي هي الواسعة جدا، واسعة جدا. 64 اللي هي بيريسكوب تقريب يتوقع 100 ضعف. بس بس حلو، شوف حاطين فليكر سنسر اللي هو راح يفيدك انك انت لما قاعد تصور الفيو سكرين الشاشة اللي انت تشوف منها وانت قاعد تحاول تصور انها تعطيك يعني شيء مريح اكثر، انك تقدر تعرف وش قاعد يصير بالضبط وتصور ما يصير فيه عندك فرق، يعني تقدر تاخذ تلتقط التقاطك بشكل افضل. عندك عدسة عمق او 7P lens with its tailor-made advanced 7P lens in the center, the definition they improved 8%. طيب حلو، الآن قاعدين يورونك العدسات اللي موجودة ضمن كاميرات أونر إنهم كيف حتى اهتموا فيها، الحجم، كل هذه الشغلات اللي هي ما كانت يعني ما مرت كذا. فمثلا لما نتكلم حتى حجم البيكسل أو حجم البيكسل واحد ضمن الكاميرا صار أكبر من أول، هذه مقارنة مثلا بين تصوير الأونر ماجيك 4 برو وآيفون 13 برو. بالبداية ممكن تلاحظ أنها زي بعض، بس هما الآن قصوا جزئية وسووا لها زوم. أوه شوف كيف فرق التفاصيل، يعني آيفون 13 ما تلاحظ فيه تفاصيل كثيرة زي الماجيك 4، بالرغم انه خذوا ايفون 13 برو مو حتى العادي. يعني العدسه الواسعه جدا هي 50 ميجا بكسل ب 122 درجه، هذه 122 درجه وهذا واسعه يعني تعتبر جدا. ما عاد بقى شيء على الفيش اي. كم هي تقريبا الفيش اي؟ خليها سؤال. بس إنها لا بس كذا صح مرة. بس مشكلة الفيشاي يا أخي، أنا أنت وش تستخدمها فيها غير مريحة؟ تنفع إذا كنت بتصور في أماكن ضيقة ما عندك مكان إنك ترجع أو شيء زي كذا تقدر تأخذ صورة واسعة. إيه لا أدري، بس أقصد يعني لا في ناس في ناس ترى تستمتع فيها ترى. ممكن الآن قاعد يتكلم بأنه عندهم 3.5 تقريب بصري. تقريب بصري هو اللي أنت تقرب بدون ما تفقد أجزاء أو من دقة الصورة زي التقريب الرقمي، بينما التقريب الرقمي عندك 100 ضعف. فيه مثبت رقمي ومثبت بصري، طبعا المثبتات هي اللي تثبت الصورة لما أنت تصور صور أو حتى فيديوهات. فعندك حاطين اثنين، واحد رقمي يعالجها رقميا وآخر بصري اللي هو فعلا فيزيكلي يثبتها. هذا يوريك معدل التقريب وكيف ان الكاميرات، عندك مجموعة من الكاميرات ممكن تتداخل وتشتغل مع بعض. فلاحظ عندك من 0.5 تقريبا اللي هي العدسة تشتغل، هي أوسع واحدة، بعدين تبدأ تشتغل معها العدسة العادية اللي يسمونها الوايد من بعدها بشوي، من 0.6 من 0.6 ومن ثم تستمر. وبعدين يعني في هي أكثر من عدسة تشتغل مع بعض، وبعدين يقدمون لك تدمج الصور، يقدمون لك شيء بدقة عالية. الآن نستعرض فيديو عن الجهاز. A customized advanced 7P lens which increases light input by 18% and edge resolution by 25%. Captures multi-frame raw images and fuses them for clearer image quality and finer texture. When taking wide-angle photos, the main camera and the ultra-wide-angle camera are activated simultaneously. Following distortion correction and color calibration, the multi-frame ultra-wide angle images are fused with the main camera image, improving the definition of the central area of the image by up to 65%. Intelligent area smoothing algorithm prevents blunt transitions after fusion. When taking telephoto photos using the main camera and the 64 megapixel periscopic telephoto lens, central image definition can be improved by up to 160% after fusion. This is the power of magic,
Thanks. This is the Honor Ultra Fusion, the photography solution. You can see that from the 0.6 times to 1 time, the quality of the photo can improve 65%. رجعنا بعد الفيديو. And from the 2 times to 3.5 times. الآن يتكلم عن دقة الصور طبعاً. For an user, the quality can improve up to 160%. Here I want to use some photos to demonstrate how powerful, how strong of this Honor Magic 4 series. قضية تقنية الألترا فيوجن فوتوغرافي إنه كل اللينسز تشتغل مع بعض تقريبا، هذا رفع من جودة الصور. الآن راح يورينا مجموعة من الصور اللي هو قارن ما بين الماجيك 4 برو والآيفون 13 برو، وخلونا نشوف إيش فرق هذه الصور. هذه مثلا صورة أمامك، قصوا جزئية منها وقربوها. لاحظ في صورة الأونر تشوف الساعة بينما في الآيفون لا، وهنا هو الفرق الكبير. لاحظ حتى الكتب تحت تحس ان الحروف اوضح وافضل. هذه تجربة اونر 4 مقارنة مع ايفون 13. طيب الان راح يبدون يستخدمون مع تقريب قرابة الثلاث اضعاف اللي هو 2.9. لاحظ هذه الصورة بعد ما قربوها كيف فرق صراحة المبنى والكلمات، فرق كبير من ناحية الحدة. اوف شوف صورة ايفون، شوف صورة ايفون ضايعة تماما. The how strong Honor Magic 4 Pro the photography capability. هذا يوريك قوة تصوير في Magic Pro. Also we introduced the AI color engine. Honor image engine enabled this AI the color engine. الآن يوريك الذكاء الاصطناعي في محرك للذكاء الاصطناعي في موضوع الألوان تحديدا. يبغى يوريك كيف موازنة اللون الأبيض اللي هو راح يعتمد عليه معظم الألوان، وكيف هتفرق معك الألوان في التصوير. أتوقع يعطونا كذا مقارنة مع الجهاز الثاني في الألوان. أكيد الحين بنشوف. Combined with the white balance to achieve the high color accuracy. With this new the AI color engine, that Honor Magic 4 series, the color accuracy can even better than iPhone 13. Here I show you the some comparison. حلو. الآن بيتكلم عن دقة الألوان مقارنة بآيفون. أوكي كويس، صار شيء اللي نبغاه. قاعد يقارنها مع كاميرا دي اس ال ار. تخيل على اليسار اونر بالمنتصف كاميرا احترافيه اللي دي اس ال ار، ثم باليمين ايفون، ونشوف والله في فرق واضح، في فرق في الالوان، خاصه الذكاء الاصطناعي ترى مع الوقت قاعد يتطور بشكل كبير جدا. هو قاعد يبغى يوريك بان الماجيك 4 اقرب للكاميرا الاحترافيه للالوان في الكاميرا الاحترافيه. شوف مثلا في هذه الصوره الاحمر، شوف كيف الاحمر مختلف في الايفون. Magic 4 Pro. الأزرق تحسه في الآيفون برضو غير. Photo. iPhone 13 Pro in red color. It close to pink. We want to give the end consumer. الأحمر في آيفون قريب من الزهري تقريبا. وهو في بينما في الماجيك جاي أقرب للون الأحمر. Yeah, I saw you some مقارنة في كاميرا احترافية. ما يلعبوا. Picture. عميق على طول. This is for the HDR the quality. It's very high the dynamic range. Beautiful seaside at the beach. هنا قاعد يتكلمون في ال HDR يسوون مقارنات. Show beautiful. وش قاعد تستفيد من ال HDR في النايت؟ شفت الصورة في النايت؟ جميلة صراحة. هذه صور ليلية يوريك كيف إنه شوف في مناطق عندك ليل، مناطق حتى شوف كيف البعيدة اللي في الخلفية، في تفاصيل كثيرة. هذه الصور تخليك خلاص تبغى تمسكها وتجربها الآن. هذه مع تقريب 5 أضعاف هذا القرد. القرد أول مرة أشوفه، نوع جديد شكله. جميل. ودك تقتني واحد؟
بغيت اقول رد خلاص ينبطل بيني وبينك بعد دفعت البحث علمك انت بعد الله يهديك عليك اسئله طيب الان يوريك هل سيقتني ادهم الغامدي نعم هذا الفيديو قادم الان يوريك كيف انت لما قاعد تصور فيديو تقدر طبعا اكيد بالتاكيد تقدر تاخذ صوره اثناء التقاط الفيديو هذا شيء موجود في اغلب الاجهزه لكن المشكله اللي نواجهها في اغلب الاجهزه انه تكون جودتها شوي قليله اليوم اونر تقول لك انه نبغى نقدم اداء افضل في هذه الميزه فبالتالي ايش الحل طبعا من خلال الـ AI والسيستم اللي عندهم هم المفروض يحلون هذا الموضوع الآن مقارنة مرة ثانية بين Honor Magic 4 Pro مع iPhone 13 Pro صوروا صورة أثناء التقاط الفيديو بالجهازين والآن يجي الفرق بين الجهازين always provide the copy solution for the camera shooting when you record video. But Honor can do in different way. We will provide when you record video, the photo performance and quality is the same as your normal shooting. For the front camera, featuring an ultra wide 12 megapixels front camera. الآن بنبدأ نتكلم عن الكاميرا الأمامية عندك عدستين 12 ميجابيكسل عدسة واسعة وعندك عمق 3D depth camera اللي هي فيها face recognition اللي هي تتعرف على الوجه Honor Mag 4 Pro also حلو في عدسة واسعة 3D depth front camera نعطي يعطونا تجربة في المقارنة أكيد بيكون في المقارنات when using the facing the edification okay in Honor Magic 3 series you know we bring the AI film workflow الآن جت الميزة اللي يحبها مشاري طبعا قاعدين نتكلم عن الموفي ماستر the AI film هذه المرة يقولون احنا حسنا من الذكاء الاصطناعي في تصوير الفيلم او يسمونه بالموفي ماستر هذا الماجيك لوك يا سلام شكرا اونر انه لا زال الماجيك لوك موجود ومستمرين في تطويره خلاص بدا يتكلم وانا على الماجيك الحين سلم المايك لا لا تفضل عندك خلينا لا بالعكس ما قاعد انا الحين مبسوط قاعد اركز الحين اشوف ايش المعلومات عشان اطلع لك باسئله هذا النظام الآن يوريك كيف الفرق بين ليش تصور ليش تستخدم اللوك ليش تستخدم الماجيك لوك إيش معنى 10 بيت لوك يوريك إنه كيف تقدر تتحكم في الألوان الدقة أعلى الآن الجهاز حقهم يدعم تصوير 4K 60 فريم هذا شيء حلو ورائع جدا على جوال ممتاز يعتبر جدا ممتاز شوف الآن الفرق بين تصوير 4K 60 فريم و 4K 30 فريم تحس فيه فرق فعلا في الفيديوهات والحركة أو يعني أنت تبغى شيء يكون سموث أكثر سلس أكثر وهذه فائدة أنه يدعم 4K 60 فريم نرجع ونقول هذه الأشياء تحمسني أجرب الجهاز واختبر هذه الأشياء صحيح هذه المواصفات الكاميرا الخاصة بالأونر ماجيك 4 برو After iconic design Eye of Muse photography and bringing the display solution let's talk about security The security is key for an users, how to protect the end consumer privacy and the data. This is Honor's responsibility. Honor Magic 4 series provided duty security OS, and we equipped with a dual trust execution environment OS technology.
Qualcomm T Plus Honor T. It has co-developed together with Qualcomm. طبعا Honor تستعرض اتفاقياتها مع كوالكوم. فجهازهم راح يكون فيه اكثر من تقنيات من تقنيات كوالكوم قاعدين نتكلم عنها. اول شيء جزء الامان سكيورتي, ففي جزء من الامان الخاص بشرائح كوالكوم الخاصه في الجهاز, فمثلا الباسورد فهو محمي, الفيس اي دي تقنيه الفيس اي دي, البصمه, كل هذه الشغلات محمية بتعاون مع كوالكوم لأنه عندهم نظام أو تقنية تشفير خاصة فيهم. فأنت كل الأشياء اللي أنت تحطها هذه الخاصة فيك هي مشفرة وصعب أنك توصل لها. مثلا الجهاز الآن يدعم تقنية كوالكوم الألتراسونيك فينجربرينت واللي هي بصمة الأصبع لكن مبنية على تقنية الألتراسونيك. أيضا يدعم 3D Face Recognition اللي يتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد, وهذه كلها تقنيات تقدمها كوالكوم. واليوم هنا جهاز يدعم معالج كوالكوم الجديد, فبالتالي يدعم كل هذه التقنيات. حلو ان الجهاز قاعد يعطيك كل الخيارات, تبي باسورد تبي بصمه تبي فيس اي دي, يعني كل شيء موجود. مو زي بعض الناس, مو زي بعض الناس, واضح انك مو زي بعض الناس. الآن يتكلمون عن إيش؟ This is really embarrassed. Automatic Fall Pro. حلو, هذه تقنية رهيبة مرة. الآن يتكلمون عن ميزة جديدة. أنا أتوقع أني ما قد سمعتها في جوال ثاني, بس ماني متأكد بصراحة, ما يعني ما ذكرنا مرة تالي. اللي هي مكالمات خاصة. اليوم أنت لما تمسك جوالك وتكلم, فالأستاذ هذا إذا هو جالس جنبي بهذه الطريقة راح يسمع المكالمة. صحيح صح؟ صح طبعا. وهذا خاصة إذا كنت في مكان مكان دوام وهادي وكذا. هذه في تقنية مسوينها بأن الصوت يوجه, أو عفوا الجوال يوجه الصوت لجهة واحدة فقط اللي هي جهة الأذن, فبالتالي اللي حولك المفروض أنه ما يسمع الصوت, وهذا كنوع من الحفاظ على الخصوصية اللي هم مهتمين فيها بالجهاز. حلوة الحركة يعني صراحة جدا, والله جدا تحاول تقصر 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 إيه تقصر طول الوقت أنت تضغط على تحت, في الأخير ما تسمع أصلا اللي قاعد يتكلم. هذه تصير معي يوميا, مو يوم ولا يومين, يوميا. أول ما أسكه ألو وتقعد تقصر على طول, بعدين يطلع مع الباب ماني رايح. قبل خمس دقايق سويتها ترى. لا حلوة, يعني أحيانا يفاجئوني كيف إنه يفكرون في تفاصيل أنت ما تدري إنك تبغى ذا التقنية أو ذا الموضوع, أنت ما تدري, بس رهيبة. الآن راح يبدون يتكلمون عن الأداء والبرفورمانس حق الماجيك فور. طبعا في معالج سناب دراجون جديد 8 جن 1 اللي هو الجيل الاول, زاد اداء 20% 30% efficiency, زاد اللي هو ايش الافشنسي اللي هو الكفاءه. في عندك ذكاء اصطناعي, ايضا كفاءه الذكاء الاصطناعي زادت 70%. الان او راح يحضر او راح يطلع يتكلم الرئيس التنفيذي لكوالكوم, والآن يرحب فيه, وهذا يوريك قديش صار فيه اتفاق وتعاون كبير بين الشركتين. فترى شيء مهم, شيء مهم جدا, لأنه اليوم أونر تبغى توريك بأنه إحنا رجعنا ومنفتحين على جميع الشركات, جميع التقنيات الحديثة موجودة عندنا, ما عندنا أي مشاكل. وتصور بأنه هذه يبغون يوصل رسالة كذا واضحة, يعني بأنه ما عندنا مشكلة مع أي شركة, كل الخدمات موجودة عندنا اليوم. The development of truly amazing devices that deliver the experiences Honor customers deserve, including the Honor 50, which brought Honor to more than 40 countries, powered by the Snapdragon 778. شوف فيديوهاتك يقول الله, شوف كيف الألوان والخلفية معزولة, هذا اللي قاعد أفكر فيه. And your first. يعني الآن هو قاعد يقول إن الماجيك 3 كان يدعم سناب دراجون 888 بلس, أيضا دعمه الفي. اليوم الماجيك 4 راح يدعم المعالج الأحدث والأقوى عندهم اللي هو سناب دراجون 8 الجيل الأول. And today the Magic
4 series smartphones are powered by the world's most advanced mobile platform, the Snapdragon 8 Gen 1. Which combines our 4 يزعجك إذا واحد لابس نظارة والإضاءة تعكس عليه ولا لا لأني متعود زين بس نظارة وأشوفها تعكس عليه خلاص المشكلة بالعكس بعض الأحيان ترى يعطيك إفكت حلو. رحت مرة أصور عند واحد حتى سوارة خلاني أفصح شي يقول لك تعكس مع الإضاءة مستقعد تخيل عاد النظارة طبعا واحدة من المميزات انه السناب دراجون موجود في الجهاز هو انه ايضا في جزئية متخصصة بالالعاب اشتغلوا على الجي بي يو وفي ميزة بالتعاون ما بين كوالكوم واونر الان يعلنون عنها قاعدين يتكلم عن التيربو اللي هو يزيد من كفاءة وأداء الجهاز لما أنت تشغل هذا الوضع وهذا خاص بالألعاب أول ما تبدأ تلعب تشغل ميزة التيربو عندهم وهذا يساعدك بأنه يعطيك أفضل أداء وأعلى أداء للمعالج طبعا الآن يقول بأنه السونيك الألتراسونيك فينجربرينت اللي بصمة الألتراسونيك هو فيها الجيل الجديد اللي هو الجيل الثاني منها وليست القديمة وأيضا يساعد معالجهم في أنه يقل من استهلاك البطارية على أساس يحاول يعطيك بطارية ليوم كامل Congratulations again to the entire owner team on today's launch. تحس مبسوط. جدا. مبسوط. حس قاعد يتكلم عند أونر. معالجنا عند أونر. طبعا أنا راح يتكلم عن الجي بي يو تيربو إكس اللي هو الوضع اللي إحنا تكلمنا عنه الخاص في الألعاب. Snapdragon 8 Gen 1 and also support Honor GPU Turbo X solution. With Honor GPU Turbo X, it's more powerful for the game performance. Today I claim with the GPU Turbo X technology. طبعا الآن يعلن عن تقنية التيربو إكس راح يبدأ يتكلم عن التفاصيل أونر تقول إن إحنا نعلن أول تقنية من نوعها في السوق اللي هو وضع موبايل جيمينج لكن يعتمد أيضا على AI سوبر ريندرينج وأيضا دخل في الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي صار ما شاء الله دخل في كل شيء اشتري بطارية كاميرات ألعاب ويبدو لي هذا المستقبل يعني يطور هو أصلا هو المستقبل هذا هو المستقبل هذا شيء منتهين منه كويس بعد فترة هو بيلعب بدالنا يمكن الآن الآن يوريك هذا شيء موجود الآن يوريك كيف أداء الجهاز في الألعاب ومقارنة بالحرارة في أجهزة هذه هنا هي المفصل الصعب إنه في أجهزة كثيرة تركز على الأداء 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 وبعدين يحتر الجهاز لاحظ هنا كيف الفريم ريت مقارنة بأجهزة أخرى مقارنة بالآيفون فهو يعطيك فريمز أكثر لكن حرارته أقل من الآيفون 13 برو فهو قاعد يعطيك فريمز أكثر سلاسة أكثر وحرارة أقل طبعا هذا الاختبار تم في خلال 30 دقيقة من الاستخدام الثقيل test result you can see for the frame rate for the battery time for network الآن يوريك البطارية أيضا واستهلاكها مع البطارية than iPhone 13 Pro so I really appreciate our R&D team and also the Qualcomm the R&D team صراحة استهلاك جميل خلني تجبني الأجهزة اللي تكون بطارياتها تقعد معك يوم كامل خلاص أنت تصحى تأخذ جهازك بطاريتك كاملة ترجع البيت بعد يا خانة بالنسبة لي يوم العمل مثلا ولا آخر الليل جهازك لازم شغال ما تحتاج إنك تشحنه
شوي تدور شاحن معك شاحن. اوه حلو، اعلنوا عن 100 واط شاحن لاسلكي. لاسلكي 100 واط. 100 واط كثير يا اخي. 100 واط 100 واط في ناس خلت وصلهم 100 واط. الجوال يمسك الجوال من بعيد كذا يشم كذا بس على طول خلاص. وانت كذا مار من جنب البيت امتلت البطاريه. لاحظ الشاحن اللاسلكي يشحن لك 50% في 15 دقيقه فقط. اللاسلكي ما قاعد اقول السلكي، اللاسلكي 15 دقيقة تشحن لك 50%، يعتبر سريع. ايضا شاحن سلكي 100 واط، يعني عندك لاسلكي 100 واط وشاحن سلكي 100 واط ايضا. Honor Magic 4 Pro طبعا يدعم اندرويد 12 بواجهتهم الماجيك يو اي 6 الجيل السادس منها. طبعا يدعم اندرويد بشكل كامل، وهذه الويدجتس والحركات حلو. هذه هذا التصميم الجديد والواجهه الويدجتس الجديده خاصه بواجهتهم. حسنوا وضع الالعاب في الأداء في الألعاب أيضا مرة ثانية. طبعا نتكلم عن الواجهة ماجيك يو آي 6 مقارنة بماجيك يو آي 5، هنا في عندك أفضل أداء أفضل في الألعاب. iPhone 13 Pro. You can see after 8 hours 22 top apps for iPhone 13 Pro still keep 16 recovered. But for the Honor Magic 4 Pro, 20 apps طبعا عندك more app status recovery اللي قاعدين نتكلم عن انه هو يجلس. سووا له اختبارات مقارنة بأجهزة أخرى، مقارنة بالآيفون تحديدا، يلاحظون بأنه ما زال جهازهم يستمر أسرع حتى بعد فترة طويلة من الاستخدام. حسب اختبارهم performance قل بعد 36 شهر بنسبة 3.6% فقط، بينما آيفون انخفض أكثر. فرق بينهم بسيط، لكن هنا Honor أصبح متفوق. في عندهم Honor Share اللي هو يربط مجموعة ما بين أجهزة Honor في بعض. نتكلم Honor الجوال باللابتوب بالتابلت بكل هذه الشغلات، وهذه جميع مميزات أو كل شيء أعلنوا عن Honor Magic 4 Pro. ويقولون أو when we upgrade SDR video to HDR video. طبعا هو قاعد يتكلم بانه كيف الجهاز تطور كل شيء ايش تبغى، الفيديو ال HDR بلس كل هذه مميزات. فهو يشوف بانه هذا الجهاز اللي هو تقريبا كانه فلاج شيب كيلر او فلاج شيب كيلر، يعني بانه الجهاز راح يجي ويقدم لك كل الشغلات اللي انت تبغاها للمستخدم. وش أكثر شيء بدك تجربه؟ شحن وايرلس 100 واط. يا أخي أنا مو بدنني أصلاً، قال لي شحن وايرلس 100 واط يا أخي شوي شوي يعني. الناس ما وصلت السلك 100 واط، تبي على طول أنت على طول وايرلس. بس حطها ثنتين ترى، سلك ولا سلكي كلها 100 واط. إي يعني خلاص يعني. قال لك خلاص خذ التقنية موجودة عندنا تفضل، لا تقعد تسوي لك كروش. طيب ايش رايك نرمي السؤال الاول؟ شلون بترمي؟ نضع السؤال الاول. طيب سؤال، السؤال خلونا نسال سؤال. طبعا ما راح نسال كل الاسئله الان، الان سؤال وبعد شوي اسئله ثانيه. السؤال الاول فاستعدوا في التعليقات، راح ناخذ تعليق الاول، واحد من تويتر زي ما قلنا، وفي واحد ثاني من يوتيوب. التعليق طيب، السؤال هو كم التقريب الرقمي للـ Honor Magic 4 Pro الرقمي؟
الرقمي ركز كم على أعلى شيء يقدر يوصل له تقريب الأونر ماجيك 4 برو. في واحد يقول أحس إن هنا. طيب أول واحد عبد العالي. عبد العالي هو أول واحد. ألف مبروك عبد العالي. خلونا نشوف الآن على تويتر. الحين بدأ يتكلم عن الأونر ماجيك 4، فنقول تكلم عن الماجيك أونر 4 بعدين نرجع لأسئلة الباقية، إيش رأيك؟ إيه الحمد لله، بس سؤال واحد يعني أكيد. يلا جاهز. الآن بيبدأ يتكلم عن، طبعا راح نحط أسئلة ثانية على الماجيك 4. ترى الماجيك 4 هذه الكاميرات الخاصة فيه 50 ميجا بكسل واسعة، 50 ألترا وايد أيضا، 8 تقريب 8، وعندك 12 ميجا بيكسل كاميرا أمامية. الكاميرا الأمامية هي ثقب يبدو لي وحيدة بداخل الشاشة. طبعا بس أنا قاعد أشوف مين أول واحد جاب الاسم عندنا في تويتر. أول واحد جاب الاسم هو يوسف 12191. يا رب إن هذا مو برقمك سري. هذا أول واحد جاب الرقم. ألف مبروك أيضا يوسف. طبعا ايضا الماجيك 4 راح فيه نفس المعالج سناب دراجون 8 الجينيريشن 1، يدعم الجي بي يو تيربو الخاص في الالعاب اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي. طبعا المعالج اكيد انه 5G، كل الجهاز يدعم 5G يعني، خاصه توقع المفروض ما اتوقع ما يتكلم. بعد من اكثر مميزات الفرق بينهم كانت الشحن 66 واط. ايه في عندك تقريب 50 ضعف بدال 100 ضعف. في عندك نفس الشاشة LTPO ونفس معدل التحديث ونفس كل شيء تقريبا في البرو. أيضا اليوم عندك هذه الساعة، شوف مع اللون الأخضر، الله والله الخضر رهيب، والله اللون الأخضر من جهاز رهيب. واتش GS3 أنيقة يا أخي، أنا عجبني اللون الأزرق، ستيل مع الأزرق جميل. ذهبية حلوة، دايم تحب اللون الذهبي انت في الساعات يا اخي. انا احس اللون الذهبي يعطيك فخامة اكثر، صح؟ تحس انك كدلك. ايش دخل كدلك؟ هذا اي شيء يقيسه في السيارات. طيب والكحلي ايش يذكرك فيه؟ الكحلي يا اخي لون البحر. لا والله مو بلون البحر، لون ذاك الفريق اللي ما بقول اسمه. طيب قولك المواصفات. طيب خلونا ننظر للساعة، ايش هذه الساعة الجديدة راح تقدم لك؟ شاشة بسطوع عالي، طبعا حجمها 1.43، اكيد انها تدعم اللمس طبيعي. هي اموليد، قدموا لك مجموعة من الواجهات اللي هي كرييتيف خلينا نقول. تقدر اكيد انك تغير الواجهة وتختار الشيء اللي تبغاه. الشيء المهم هنا انه في عندك 8 شانل هارت ريت اي اي انجن. وش معنى هذا الكلام؟ انه في ذكاء اصطناعي يتابع معدل نبضات القلب عندك ويجيب، وهذا يزيد من دقة، وهم يشوفون انه هم يجيبونها يعني يسووا مجموعة من الاختبارات ولاحظوا انهم يجيبونها دقيقة اكثر من غيرها بكثير جدا. فحلو. أيضا زادت دقة أنها تعرف مكانك بنسبة 167% positioning accuracy. هذا شيء خرافي، هذا حلو يحطون في ذاك التطبيق حق الحضور، يعرف مكانك بالضبط. حياك بالضبط. أيضا زادت 47% في positioning speed لما أنت قاعد تتحرك عشان الخرائط وهذه الأشياء، برضو أنه زاد الدقة ب 47%، يعرف مكانك بدقة أفضل. هذا راح يفيدك في تطبيقات الخرائط، في الأشياء اليومية اللي أنت تبغاها، وصارت دقتها أعلى. في عندك أكثر من 100 وضع رياضي، عندك 6 أنواع من الرياضات اللي هو يقدر يحددها من نفسه. إذا بديت تسوي رياضة هو يعرف أنك أنت بديت تسوي رياضة،
في عندك 6 انواع تقريبا. مثلا انت بديت رياضه من نوع معين فهو يقدر يعرف. يا اخي احيانا اذا فكرت ايش اقول كيف يعرفون AI. هذه جميع مميزات الساعه. طبعا فيها قياس الاكسجين في الدم كذلك. والان فيديو لاعلان سماعاتهم الجديده. Yes. Honor Earbuds 3 Pro in my hand. هذه الاونر الجديده سماعات اونر ايربادز 3 برو. Very light. جايب لونين كذا فضي مطفي كانه. فضي مطفي والسماعه من جوا لماعه صح؟ اي صح اي والله اي اي والله من جوا لماعه وفي عندك حركات في لون ابيض. غريبه حركتهم من جزء منها لماعه وجزء منها مطفي. يرضون جميع الاطراف اي عشان ما تقول اوه بس feature two colors. One is gray in my hand. هذه اللونين. Very classic and fashion and white. Very elegant. Honor Earbuds 3 Pro. The weight only 5.1 طبعا سماعات اونر الجديدة خفيفة. وزنها 5.1 جرام. اي بس. 3 Pro. It's very comfortable. بس كم وزن السماعات ثانية؟ ان شاء الله لو وصلتنا سوينا مقارنة بينهم. ما قد قارنت هذا الموضوع بس هي مهمة. هي مهمة معينة تبدا تحس والله بدت لان ترى الوزن يفرق في هل هي تطيح في اذنك هذا موضوع الثبات. هذا هي يختلف الموضوع. الان يتكلم عن الديزاين. كيف خلوا الصوت افضل؟ كيف هم اهتموا في التكنولوجي على اساس يحسنون الصوت؟ فبالتالي هو يعد بانه راح يقدمون مستوى صوت مذهل في الايربادز 3 برو. اوكي يقول قارنها باي سماعه انت تملكها حتكون سماعتنا افضل اللي سماعه الاونر. الشيء المهم جدا انها تدعم عزل ضجيج ويسوي لك نويز كانسليشن لاي شيء موجود حولك. ففي عندك مجموعه من الاوضاع لعزل الضجيج. في عندك الالترا مود وعندك الجنرال مود والكوزي مود وهذه في مجموعه من الفرق بينهم. وهذه متى تفرق؟ بحسب المكان اللي انت تستخدم فيه. مثلا لما تكون في كافيه ولا في الشارع ولا اي شيء ممكن تحط خاصه في الطياره. الطياره اللي هذا يعتبر الالترا مود. اي صدق they can identify and study the environment give you comfortable the noise cancellation the interference. Honor Earbuds 3 Pro also الآن بخصوص السماعة with temperature measurement. It is very accurate. The minus plus 0.3 measurement accuracy. طبعا الحين السماعة فيها ميزة جديدة وهذه غريبة شوي بس حلوة. إنه السماعة تقيس حرارة جسمك. فيها مستشعر لقياس الحرارة في السماعة. يقيس حرارة جسمك طول الوقت. وهذه الفكرة. صراحة هذه تحمس إنك تجربها. إنه السماعة نفسها فيها تقيس الحرارة. خاصة مع الوضع الحالي الحين تحس إنه الموضوع. أتصور إنه يعلمك إذا صار فيه اختلاف. عرفت ارتفعت أو نقصت كم درجة. مرتبطة بالساعة. إيه وينبهك يعطيك تنبيه والله إن ارتفعت ولا انخفضت. ما أدري إذا بيعطيك الرقم بالضبط. كنا منظومة صحية كاملة الساعة مع السماعة. مولانا الهدف والسباق وين؟ إن هم يقدمون شيء منظوم. يعني قبل شوي أعلنوا عن أونر شير كيف تربط كل أجهزة مع بعض. الآن الساعة إذا ارتفعت حرارتك كل شيء تروح ترسل لك تنبيه. حلو الحركة. فهم قاعدين اليوم يقدموا لك منظومة متكاملة.
من هذا الموضوع. حركة رهيبة. Honor Earbuds 3 Pro also is the world first to support. نجي الآن للبطارية. هي تعطيك 24 ساعة من الاستخدام المتواصل. تشحنها 5 دقائق تعطيك ساعتين من الاستخدام المتواصل. واقف عند النادي نسيت تشحنها تشبك على طول 5 دقائق خلاص. مستحيل إنها ما تقعد معك تنطلق. صراحة فكرة. يعني أنت لو تفكر فيها كم تقعد تتمرن؟ أنا أقول لك ليش أنا جبت المثال هذا لأنه ساعتين بالكثير. يعني أنا قد موقع أكثر موقف كذا أدخل حط سماعة تطفى يطلع ذاك الصوت خلاص. أنت كذا أصلا ما تبي تدخل النادي وتطلع أنت الموضوع. لا كذا أنت تدور هذا الحين مرة. طبعا هذه مميزات السماعة بالكامل. بس فعلا فعلا أنا قد حصلت كثير إني أروح النادي وقام خلص. أنت متخيل 5 دقائق؟ بس 5 دقائق. 5 دقائق صراحة مفيدة جدا. تعطيك ساعتين. أيوة يقول الآن الوقت محمس. وش عندك؟ أيه. الآن راح يعلن عن الأسعار. أوه سماعة سعرها 199 يورو. 199 يورو يعني كم؟ 5. هذا كنت في أسوأ اختبار رياضيات. 229 يورو صادق؟ تقريبا ما أدري كم سعر الصرف اليوم. ساعة تبدأ الميد نايت بلاك من 229 وبعدين في عندك اللون الأزرق أغلى شوي بما أنه مشاري يعجبك. قال والله شفت قايل لك يا أخي بالضبط يبدأ من 249 يورو حطينا في سعر أعلى بس عشانك كنت تحبها. شوف الأسعار حقت الماجيك فور 8 جيجا و 8 جيجا رام و 256 ذاكرة داخلية. The price is 899 يورو. هذا اللي هو 8 جيجا رام و 256 هذا الماجيك فور ذاكرة داخلية. هذا الماجيك فور يعني نشوف الحين الماجيك فور برو أنا نسخة البرو كل المميزات الرائعة. قبل قليل كم سعرها؟ نسخة 8 رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية 1099 1099 يعني يلا حسبها لنا 1099 يعني 4600 ريال. بس نذكر بشغلة مهمة جدا. 4600 ريال بس اتوقع ان الاسعار تختلف. مو هذا اللي بقوله ترى برضو لازم نذكر بشيء انه قاعد يعرضها لك باليورو يعني غالبا موجهه مو لسوقنا. الاعلان في ام دبليو سي في برشلونه والسعر باليورو يعني هو موجه للسوق الاوروبي. احنا غالبا يكون عندنا اسعار تختلف عن السوق الاوروبي اقل الظاهر بالعاده. اتوقع اقل يكون في فرق. اي يكون في فرق بس في فرق وفي فرق كبير بعد. فتقريبا هذه الأسعار. علمونا إيش رأيكم في الجهازين بالتعليقات. علمونا على الأسعار على أساس نقدر الآن ننتقل نعطيكم الأسئلة. استعدين للسؤال اللي بعده. اللي يجيب سعرها بالسعودي بالضبط. بس مثل الجائزة على كذا نبني المسألة. شفتوها أتوني بقول تبغى نعطي سؤال من عندك. هذا شكله نمطل أسئلة حقه. الحين مجيك أقول لك وش لون المنديل اللي كان لابسه المدير التنفيذ. No comment صراحة. طيب تبغى السؤال الجاي من عندك. والله ودي أعطيهم صراحة كذا سؤال يا أخي سهل يا أخي. شو يسمونها تلميحات. لا 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 خلاص سؤال سهل بدون تلميحات. لا خلنا أنت أعطيهم تلميحات بشوي. طيب الآن طيب انتهى المؤتمر. نشوف الفيديو حقهم ونرجع لكم. Thank you.
طيب كان المؤتمر لطيف صراحة ولا؟ حلو لطيف سريع صراحة، أنا عجبني إنه مختصر المعلومات، تكلم بسرعة، ما عنده يعني تفاصيل كثيرة يعني ما أحتاجها، خاصة إنه ترى موجود في معرض MWC الحين في برشلونة، أتوقع إنه في مؤتمرات كثيرة وقاعد ما يحاولون إنهم يفصلون أكثر في الكلام عن الأجهزة. طيب السؤال اللي بعده ناخذه من عندك. طيب سؤال هذا شيء تعجبت منه كثير، كم قوة شحن الوايرلس وشحن السلكي في الماجيك 4 برو؟ ركز على برو. يلا نشوف على اليوتيوب ولا تويتر؟ يلا انا باخذ تويتر وانت تبغى تاخذ من عندك يوتيوب ولا انا اخذ؟ خلها خذها خلاص انا باخذ من عندك. أيوة جواز من عندك. جبناه انا صرصر. انا صرصر؟ ايه انا صح. لا اوكي إيه لا في عندنا اسلام سبق انا صرصر. لا برضو في واحد سابقهم. دقيقة خلينا نجيبها أطلع أجيبها صح. اللي جابها أول واحد هو سمايلر أنس، ألف مبروك سمايلر. مسمى أنس سمايلر. ابتسم لقد فزت معنا. شفتوا كيف خلوكم دائما مبتسمين تفوزون على طول. طيب هذا من يوتيوب، خلونا نشوف من تويتر مين الشخص اللي جابها. أول واحد جابها اسمه R13SA، ألف مبروك. R13SA ألف مبروك. أيضا أنت من الأشخاص اللي معنا. طبعا كل هذه الأسماء عندنا أربع فايزين راح نحفظها. The comfort zone. And when faced with infinite possibilities, to choose a path of self-discipline. وقبل شوي كنت سألني سؤال رياضيات بعد صح؟ طيب قبل أن نسأل خلونا ناخذ المواصفات الماجيك فور كذا نذكركم فيها بشكل بسيط جدا. طبعا هذه نعرض المواصفات. طيب ركزوا في المواصفات لأنه بيطلع منها سؤال، هذا اللي بيجيك المعلم كذا يغششك. يلا ترى بحطها وأشيلها بسرعة. لا عاد إيش دعوة. طبعا هذه مواصفات الماجيك فور اللي أعلنوا عنها اليوم. البطارية 4800، هذا الفرق بينهم لاحظ 66 واط بخصوص الشاحن في الصغير، يدعم 5G أكيد، Wi-Fi 6، كل هذه الشغلات الخاصة بالماجيك 4. طيب عندك الماجيك 4 برو تورينا عشان نأخذ كذا نظرة ونقارن. الله عليك يا تيك فويس، انتو تصاميمكم الجميلة والشغل الجميل ما في زي تيك فويس يا رجال صح؟ يستاهلون تحية يستاهلون تصفيق. طبعا هذه مواصفات الماجيك 4 برو، من الأشياء الأساسية اللي تفرق فيها عن العادي طبعا الكاميرات، التقريب، في عندك الشحن السريع والشحن اللاسلكي اللي هنا 100 واط، هناك كم كان 66 واط، كان 66، هذا الفرق تقريبا الرئيسي بينهم. البطارية 4800 في الماجيك 4 غريب بس فرق بسيط بينهم، بس يعني لطيف صراحة، كلهم بشاشات تعتبر منحنية. هذه تقريبا لاحظ بأنه لا قريب جدا من بعض، وأنا شوية يعجبني ترى هذا النوع من الأشياء اللي أنه أنت بتحط لي فرق بين الجهازين، لا تحط لي فرق مرة كبير، حط فرق يعني كذا يعتبر شوية بسيط وخلي الخيار للناس، خلي الخيار خاصة ترى فرق السعر يعني كم تقريبا 200 يورو، فاللي يحتاج مواصفات عالية يأخذ البرو، اللي ما يحتاج مواصفات اللي وصل لها البرو يأخذ العادي. عندك فرصة ممكن. هنا وعندك فرصة هنا. طيب 200 يورو في جيبك. طيب سؤال أنا كذا الحين خليني أنا بسأل السؤال تكفى. لا ما في، خليني أسأل السؤال. والله سؤال غثيث يا رب أنه مو نفس السؤال يعني صعب. والله صعب شوي. لازم نحط واحد صعب شوي. حطك صعب. هات كاميرا التليفوتو الخاصة بالماجيك 4 كم ميجا بكسل؟ ماجيك 4 العادي صح؟ ماجيك 4 يلا الماجيك 4 كم ماجيك 4 عدسة التقريب كم هي؟ شوفها مو بالتقريب التليفوتو. ايه تقريب عدسة التقريب كم هي اللي جاءوا؟ طيب في طلعت اجابات اعطني كم علمك. ايه يلا ثمانية اللي جاب ثمانية. ايه اول واحد جابها وليد جابها، الف مبروك. اسمه وليد ايش؟
ألف مبروك وليد. خلينا نشوف من تويتر. يلا شكلي بجيبكم وشلون الخلفية الخاصة. أنا لاحظت أن البث في تويتر يتأخر أكثر من يوتيوب بشوي. إيه ما في مشكلة، هو في الأخير اللي بيجاوبون في تويتر هم المتابعين في تويتر، اللي بيجاوبون أكيد في أكيد يوتيوب المتابعين في يوتيوب. أنت كده علمته الحين، بيشوف السؤال في اليوتيوب رح يجاوب في تويتر. يا أخي ما حد فكر فيها. لا بس الحلو إنه كثير مختلفين، يعني صعب إنه يجيب. طيب بدأت تطلع إجابات تويتر. أول واحد جابها، يا ساتر وش الاسم الطويل، والله تصدق هو بس كتب نبغى نفوز وفاز وجاب الإجابة وفاز. ما في ما يلعب الرجل ما هذا. بس إني ما أقدر أقول اسمه لأن اسمه D9UWA6Z4FK. والله صدق ترى ما قاعد أخذ خذ اليوزر بس ما عليك، فعلا هذا هو. نتواصل معه بعدين إيه بالضبط. بإذن الله راح نتواصل معك. يبقى لنا سؤال واحد، والسؤال اللي كنت أنا بسأله في ميزة رهيبة جدا اللي هي مبهرة الأستاذ مشاري، اللي هو شاحن اللاسلكي 100 واط. في الماجيك 4 برو الشاحن اللاسلكي 100 واط في الماجيك 4 برو خلال كم، مثلا خلينا نقول ايه خلال 30 دقيقة كم راح يشحن جوالك، كم النسبة اللي راح يشحنها جوالك؟ عد السؤال ثاني. الشاحن اللاسلكي 100 واط خلال هو كم، لا خلال ربع ساعة اعلنوها، ايه 15 دقيقة خلال، عفوا 15 دقيقة كم راح يشحن من جوالك؟ خلينا نشوف. أول واحد قال 15، هي 15 صح؟ أول واحد هو عبد العزيز صح؟ لا عبد ال إيه ظهرنا عبد العزيز، مو بالظاهر يعني، ما أعرف إذا هو أول واحد كذب، ما عرفت أقرأ الاسم. أنا طلعت قبل أنا كل شيء مراقب، ترى يفرق أحيانا بحسب سرعة اللي قاعد يطلع لنا قدامنا هذا والاسم. وألف مبروك، ألف مبروك. خلينا نأخذ الحين واحد من تويتر. لا لحظة، خلال 15 دقيقة طيب أول واحد جاب من تويتر، أول واحد جابها من تويتر هو مستر عبيد، أتصور كذا تقرأ تنطق، مشكلة إذا حروف إنجليزي وتكتب عربي هذه مشكلة صراحة. أول واحد هو مستر عبيد، ألف مبروك. طبعا هذه الجوائز اللي معانا اليوم. بخصوص طيب في سؤال أنا في رأسي بسألك إياه. لا خلصنا لا أنا بسألك سؤال، تعطيني هدية؟ يلا سعي أبعطيك هدية مالك موجودة. وش ال وش أكثر لون عجبك؟ جائزتك لازم تكون كبيرة. وش الجائزة؟ ما عليك بعطيك جائزة، قلت لك بعطيك جائزة. أوستن مارتن تفضل تنبسط. يلا وش أكثر لون عجبك في الأجهزة اللي شفتها اليوم؟ لا تقول لي الجلد. ليه؟ طيب غير الجلد، هذا ذوقي غير الجلد. نبغى من الألوان اللي شفناها. أنا أبغى وش أكثر لون، وش أكثر لون أعجبك بس اختار اللي أنا ولا أبغى. الأسود يلا. وش أكثر لون أعجبني أنا ولا أنت؟ أنت يلا اختار. طيب أكثر شيء عجبني الجلد البرتقالي صراحة، بس الأخضر لا والله الأخضر الأخضر كان خرافي. الأخضر خرافي. اللي هو اللون الكنا اللون البحري صح؟ أخضر لا مو بحري. أنت ماني أقول أزرق ما هي ما كل الألوان الأزرق مي حلوة فيها. اللون اللي كان على سماوي فاتح صح؟ اللون تيك فويس إيه هو الكنا أخضر إيه هو نفس الفيروزي تنتني مضيع. الشيء الحلو انه باذن الله الماجيك 4 حيتوفر عندنا في السوق السعودي، وهذا خبر لطيف جدا. نعتبره خبر حصري؟ يتصور يمكن خبر ما شفتهم اعلنوه في المؤتمر. لا ما قالوا شيء في المؤتمر، بس وضحوا اي بس شيء. انه هو خبر الا خبر مؤكد باذن الله انه الماجيك 4 بعكس السلسله الماضيه، طبعا سلسله ماجيك هي افضل سلسله موجوده عند اونر، سلسله الماجيك 4 الان راح تتوفر عندنا في السوق السعودي، وهذا خبر عظيم ورائع جدا. وهذا يخليني صراحه انا ودي اصبر الان ما اشتري اي جهاز، لاني انا ودي اغير جهازي صراحه.
فلين نجرب ونشوف ايش الوضع وبعدها نبدا نقرر. الجلد البرتقالي تاهل؟ لا انت بعد ما قلت لونتك بويس غيرت رايي والله صدق ما طقطق. هذا اللي يسمى العصف الذهني، هذا اسمه التسويق في ابهى حله والله يعرف يسوق علي بطريقه صحيحه. انا اساسا عندي خطه اني قريبا بغير الوان كل شيء في الحياه عندي بالوان تيك بويس. وش تبغى؟ تبغى سياره؟ تبغى ملابسي؟ تبغى؟ بس انت تصبر علي شوي، اول ما تشوفني في الشارع من بعيد اوه هذاك ادهم. اللي يبيع اي شيء على ادهم حط له فسفوري، اصبغ اصبغ ذا اللون، اللون الفيروزي فسفوري. الحين هذا كم لك تشتغل مع تيك بويس اخر فسفوري يفضحنا. طيب يعطيكم الف عافيه، كان بث رائع وجميل جدا. الجهاز راح نجربه، راح يكون في فيديوهات إن شاء الله بيوصل إن شاء الله، وناوي فيديوهات مقارنات، وناوي ان نتعب شوي مشاري يزبط لنا كذا تجارب بالتصوير الفيديو اللي تلعب فيه عاد انت وتنبسط. لازم لازم نسوي له تجارب ونعدل ونظبط ونشوف قدرات الماجيك لوك. كان بث لطيف جدا، اشكركم على متابعتنا، نشوفكم ان شاء الله في بث اخر ومسابقات اخرى قريبه ان شاء الله باذن الله. انا ادهم وانا مشاري، مع ألف سلامة. مع السلامة.